اذا مرحبا بكل المتتبعين ومتتبعات قناه شوف تيفي من خلال هذا الفيديو باش نشوف واحد المعاناه ديال واحد العائله جماعه سيروال تبع الاقليم ورزازات في الوقت اللي كانوا يعني تنعرفوا بانه تتكون صراعات ما بين المنتخبين في الجماعات على قبل الميزانيات وعلى قبل انه المشاريع ف يعني كل واحد يعني الصراع ما بين المنتخبين والاعضاء ديال المجالس باش انهم يصوتوا او تكون صراع على المصالح ما بين الاعضاء ديال الجماعات اليوم الصراع تنتقل ما بين من رئيس جماعه يعني مواطنين يعني اللي هما في الامس الحاجه ديالهم وفي يعني محتاجين اللي بهذا خصوصاً فاطمه اللي محتاجه ليه بشكل كبير لان من ذوي الاحتياجات الخاصه اليوم بكل صراحه مساله اللي تضر في الخاطر بانه باش يقوم واحد رئيس الجماعه يراسل العائله باش تدي واجب ديال يعني الاسعاف يعني الكازوال ديال الاسعاف يعني امر يعني ما يمكنش يستوعبه العقل ولا الادراك انه يست... يعني الادراك انه انسان يتقبلو نخليو السي حسن انه يحكي لنا كيفاش هذا الشيء يعني توصلوا به المهم الخوادرية مسكينه مريضه من 17 27 عام هادي مسكينه مريضه وكنا دينا ل... لانزال جات لا لابيلانس لا بيلانس زاتنا من انزال الورزه زات رداتنا ملي رداتنا الانزال رجع رجعنا تاني جبنا خطاف رجعنا ملي رجعنا دار شحال جا زمن كورونا صيفط رئيس الجماعة صيفط واحد المراسلة هو كيسمي دعوه قال لك بانكم باش تخلصوا ما عرفت المهم باخ ما خرجنا الخلاص قال لك تجيو تخلصوا في الجماعة ولا غادي نصيفطوكم ال... عند المخزن المحكمة المهم باش نصيفطوكم تما الحبسية للحبس هي هي تمشي للحبس هي والواليد راه مشى عنده الواليد ودار فيه في الجماعه وشاهد الاعضاء تما هذا اللي وقع نعم يعني كيفاش كان الاحساس ديالكم من رئيس الجماعه تيطلبكم بأنكم باش تخلصوا مصاريف ديال الاسعاف مع انه الجماعه هي تتكلف تنعرفوا بان كاين ميزانيات ديال ديال يعني سيط الاسعاف في خدمه الناس المواطنين راه عيب وعار هادشي كاع ما عمرنا شفناه وما سمعناش به باش تجي تجي انت تصيفط لواحد المعاقه باش تخلص واحد الثمن باقي كاع ما عرفناه شحال باش تخلص حشومه كاع وديرها من بين من بين المداخل ديال ديال الجماعه راه جات حشومه كاع وعيبوا على راه كلشي باين وراه حشومه كاع راه الدريه هي تشوفوا فيها راه هادشي راه كيخلع ما شاء الله وصافي يعني الاحساس ديالكم انتم دروكا ملي بأنه بان رئيس الجامعه تيطالبكم بانكم تخلصوا المصاريف ديال ديال التنقل ديال الاسعاف ديال الاخت ديالك والله سيدي لا الوالدين مساكن طالع عليهم الدم وتتبكي الوالده قالت لك حشومه كاع هاد الدريه ما شدت لا داعم لا حتى حاجه ما عندهاش شي مساعده باش ويطالبوها باش تخلص راه حشومه كاع هادشي اللي وقع مسكينه وصافي يعني الوالد انت انت كنتي مشيتي للجامعه باش باش تطالبهم بالاسعاف باش تهز فاطمه باش مشيتي تعالج في محمد السادس وتنشوفوا بانه ضربنا واحد المسافه ديال 300 كيلومتر باش يجيو عندكم حتى لهنا حتى تل لجامعه سيروا اللي تبع الاقليم ورزازات وشحال يعني شحال الطريق في الجبل باش ندخلوا حتى عندكم ما كان هذا هذا واجب ديالنا يعني كيفاش حكي لنا كيفاش وقع لك توصلتي الى الدرجه انه رئيس الجامعه طلبك بالمصاريف اي 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 وهي انا ما فراسي ما يتعود انا مشيت باش نقضي واحد الغرض اخرى في في الجماعه لقيت الكاتب قال لي هكا واحد واحد الاستدعاء ديالك قال لي ديال تاج قال لي ديال الطبيله قال لي هرا ليا مشيت عند الرئيس ديك الساعه نيت ما تفوتنا حتى 10 دقائق دخلت عندو السلام عليكم سي الحاج لاباس بخير قال لي واسي الحاج ها واحد البرا جات عندي اش قال لي هذيك النهار قال لي كاسيدي هذاك الشيء راه مصاريف ديالها ديال الجماعه، قلت لها المصاريف ديال ديال الجمعية الله هاد البنيه اللي ما تتهضر ما تاكل بقات غير بقى فيه غير روح وما كاينش شي حد اللي غادي يعاونو في هذا لابيلا، انا حنا كنهزو في الليل والنهار من نهار تزد في الدنيا كنهزو وكنفرح به علاش دابا تخرج ليها وديك الساعه والله العظيم الا كنبكي غير قال لي واحد النهار سير في حالك وكان قال لك رئيس الجماعه الله يعاون الله يس... يعاوننا نعم. قالها لي والله العظيم الا قالها لي قال له سير الله يعاونكم وقفت انا والمراه وواحد السيده اخرى قال لها ودي غير سير تهناو هذا إيه الشيء اللي هنا غادي نتعاون معكم ودير لي واحد الشكايه هاد الدبل ديالها كاين عندي قال إيه لك دير لي واحد الشكايه واحد الطلب ودير واحد القياده ودير واحد العمله انا تبعته اللي اللي بخصوص ديما كيقلب اللي ما مخصوص ما عندوش السوق انا صيفطتهم ديال العمل خلص فيه 800 دريال رد ليا رد ليا الورقه حمراء القايد مشيت عنده قال له ودي ما فرا ما في ديا والو اي قلت يا الله يجازيك بخير سعاده القايد الى إيه جا شي شي بلاصه عيطت لهاد البنيه احنا دي كان ديما كنقلب الى إيه جا راه غادي تقول لي راه كاين عندي من تما حتى واحد ما باقي سول لا الرئيس لا للقيد لا حتى واحد ما قلتي لي بانك ما حسيتيش فاش جاتك البرا ديال الخلاص هذه اللي قدامنا دابا من جاتك هزيتي فهاد الماء وديتها لهم الجماعه وحطيت عليهم تما قلت لهم ها هي ديوها الى عندي باش نخلص ديوها اي قلدها لهم قلدها ها هي قدامكم كلوا انا هزته بالطوموبيل ديال ديال الناس حتى رنزل ايوا هي هادشي اللي عطى الله ودبا كان كنطلب سعاده الملك و... والعميل و... و أي واحد في المغرب راه إيه كان بان لي كان لي هذه البنيه نعم. راه نعم. هي قدامكم نعم. يعني كيفاش حسيتي انت ديك هذيك اللحظه فاش هو رئيس الجماعه قال لك انا ما شغليش هذه اخر مراسله خلصوا الكازوار ولا نمشي ندير اجراءات قانونيه هذا إيه الشيء اللي قال لي نعم. هذا الشيء اللي قال لي قال لي إيه انا ما ما سوقد لك والو راه المداخل ديال الجماعه ما عندي ما ندير لهم قلت لي الله يعاونك جيت جيت لا 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 ما باقي مشيت كاع لنزل باش نقول لهم واخا ولا 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 زيد قلت له الا المحكمه يسيفتو الا سيفتو عند الجندري يسيفتو الا ايه كتشوف اه اه شي حاجه اللي ما مزيانش احسن كاع تدخل تدخل الجبل ولا تدخل الحبس المهم خويا حسن يعني شنو هو الطلب ديالكم دوك انتم عايشين واحد يعني كما تنقولوا واحد الحزن في وسط المنزل في, في الوقت اللي خصو رئيس الجماعه يتعاون معكم ويمد لكم يد العون وخصوصا الاخت عندها البطاقه ديال الراميد هو تيطالبكم باش انكم انتم محتاجين اللي تساعدكم هو تيطالبكم باش انكم تعطيو مصاريف للجماعه الطلب ديالنا هو انه تكون غير عنده عندها الدريه ديال الخوا دريه فاطمه السعدي تكون عندها واحد المساعده وخير هذا هذا اللومبليو لا لا بالانس تكون تكون عندها موطو متوفره راه ما كاين شيء راه والو راه تيسيفطوا دابا احنا بغي صوفتونا عند الدرك الملكي والوالد هاكي كي قال لكم راه ما عندوش اذا على العموم كما تبعتوا معنا المتتبعين المؤسف انه باش نقراو هذه الرساله اللي هي اخر مراسله من رئيس الجماعه ديال سيروال اللي تابعه لدائره امزغان, امزغان اقليم ورزازات اللي تطالب بها يعني الموضوع اللي هو تسويه واجب سياره الاسعاف تجاه مصلحه الجماعه ويعني باسم فاطمه اللي طالبهم انهم باش يسووا يعني الوضعيه يعني في الوقت اللي خص رئيس الجماعه انه يساعد هذه العائله ويوفر لها صي... التنقل اللي انه 300 كيلومتر باش توصل فاطمه المركز الاستشفائي محمد السادس باش تلقى العلاجات لانه من ذوي الاحتياجات الخاصه الله يحسن العوان يعني يدياتها كما تشوفوا رجلياتها رجليها تا هما بعض المرات تنتفخ البطن ديالها تحتاج ان هذه البنت هذه تضرب 300 كيلومتر يعني 300 كيلومتر الي و300 كيلومتر روتور باش تلقى العلاج وهذا رئيس الجماعه في الوقت اللي انه خصو يساعد العائله اللي هي في الوضعيه يعني صعيبه بزاف يعني بالحرايه الله توفروا هذيك طرف الخبز للعائله باش يساعدهم باش يوفر لهم يعني الظروف ديال النقل ديال سياره الاسعاف ولا هو تيطالبهم بمصاريف ديال النقل اذا على العموم تنتمنى من خلال هذا الفيديو انه عامل إقليم ورزازات يعني الناس المسؤولين على هذا الاقليم ان يتدخلوا في اسرع وقت ممكن لانه ربما ان رئيس الجماعه كيقول الاب ديال فاطمه بانه غادي اجراءات قانونيه شكرا على المتابعه تحياتي <applause>